تحوز الفرقة النحاسية لولاية عين تيمشنت على مواهب شباب اجتمعوا بسبب ظروف صعبة والتي لم تمنعهم من ممارسة نشاطهم الثقافي وإحياء مختلف المناسبات الوطنية. تقرير لكمال بوعز عبيد وحميد عوادي. هم مجموعة من الشباب الذين جمعتهم الوطنية اللواء فرقة النحاسية لعزف الموسيقى لمختلف الأناشيد الوطنية، فرقة تحدت مختلف الصعاب لسنوات قبل أن تحقق بعض من مكاسبها لتوحيد مجموعة لا غنى عنها في المناسبات الوطنية. هذه الجمعية كيفاش تكونت؟ جمعية ثقافية لترقية الآلة النحاسية. احنا كنا بدينا 1994 بدينا نتعلموا هذه الآلات. كما كان الحال كوننا جاو هاد الشبان كانوا صغار عندهم إرادة، ماشي أنا علمتهم الحقيقة، هما عندهم إرادة في هاد العزف على آلة لا ترومبات ولا نقولوا آلة البوق. الفرقة النحاسية لولاية عين تيمشنت ذات المواهب الشابة التي تحوز عليها شباب يجتمعون على صوت آلات مختلفة مثل ما تجمعهم الظروف الصعبة والتي لم تمنحهم من ممارسة نشاطهم الثقافي وأحياء مختلف المناسبات الوطنية. حنا نطلبوا زعما من هاد الناس الاولى يخلوا هاد الشبان وما دابينا بشبان واحد اخرين اللي يوليو باش يخرجوا لطريق واحد اخرى ولا يتربوا. انا كما يقول لك دروك في هاد الساعة رانا في دار الثقافة. هي فرقة تسعى اليوم لتكوين جيل مشبع بالروح الوطنية والقيم الإنسانية من خلال ثقافة الموسيقى والحس الوطني، تنتظر التفاتة المسؤولين بولاية عين تيمشنت.